أطلقت وزارة الصحة العامة برنامج رعاية الخاص بالرعاية الصحية الأولية للفئات الأكثر هشاشة. يدعم البرنامج في مرحلته الأولى 210,000 مستفيد، وارد أسماؤهم في لائحة شبكة الأمان الاجتماعي، وسوف يتم لاحقاً توسيع البرنامج ليضم عدداً أكبر من المستفيدين. يشمل البرنامج تغطية تكاليف الاستشارات الطبية الوقائية، زيارات المتابعة للأمراض الحادة والمزمنة، الفحوصات التشخيصية والمخبرية، خدمات رعاية المرأة خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، الأدوية الأساسية واللقاحات، خدمات الصحة المجتمعية. يتم التسجيل على 3 مراحل. أولاً، تبلغ وزارة الصحة العامة المستفيدين أنه تم اختيارهم للاستفادة من البرنامج عبر رسالة نصية تحتوي على رابط. ثانياً، يختار المستفيد مركز الرعاية الصحية الأولية المناسب من خلال الضغط على الرابط ويستلم الرمز المخصص له. ثالثاً، يتوجه المستفيد إلى مركز الرعاية الصحية الذي اختاره مع الرمز الذي حصل عليه للتسجيل في المركز لأول مرة، مصطحباً معه بطاقة الهوية الشخصية أو جواز سفر صالح للحصول على البطاقة الممغنطة الخاصة به. لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات أو الشكاوى، الاتصال بالخط الساخن 1214 التابع لوزارة الصحة العامة، أو التقدم بشكوى عبر صناديق الشكاوى الموجودة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية لهذا الغرض.